غيرت الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع من ألعاب الأطفال في محافظة تعز، فمن البنادق البلاستيكية أضحت الاشتباكات هي إحدى ألعابهم المفضلة. تقرير مراسلتنا أنيسة العلواني والتفاصيل. أي واقع يحاصر هؤلاء الصغار حملهم على اختيار هذه الأدوات القاتلة على هيئة ألعاب، البندقية والرصاص، صورة مصغرة لما يحدث من صراع لم ينتهي في تعز مع ميليشيا غازية فاشلة أخلاقيا تحقق مكاسبها بقتل الأبرياء فقط. نحن بنلعب أوالي لأن نقاتل الحوثي اللي يجيب كل يوم قذائف. خربوا علينا الأمكنة الذي كنا نلعب مثل الحدائق والناديات والشوارع، ما عاد باقي لنا إلا السلاح الذي نلعبه. جمع مخلفات الأسلحة الثقيلة أحد هوايات الصغار في أحيائهم التي تتعرض للقصف وتحمل الإجابة والإدانة. نقتل لأننا نقصف ونقصف لنقتل، معادلة الموت القادم من الشمال. هم يقتلون هذه القذائف ويميتون، إحنا أطفال. على أنقاض الحياة التي دمرتها جماعة الحوثي وقوات المخلوع يخلق أطفال تعز مساحات من الفرح الممكن عبر تلك المساحات الضيقة في أحيائهم وحاراتهم وأمام منازلهم، وهم يتناوبون على عربات الأيس كريم المتجولة يقتضبون لحظات من سعادة في مشهد يرسم لوحة البقاء والتحدي والصمود في مواجهة القصف والقنص. وما هو عنوان سنوات الطفولة لو لم تكن هذه؟ ربما أصبح لدى هؤلاء الأطفال من الوعي ما يكفي لإدراك ما يجري في مدينتهم وإلى أين تتجه بها الميليشيا التي أرغمتهم على خوض تفاصيل حرب وموت في لحظات كان يجب أن يخوضوا فيها تفاصيل حب الحياة. أنيسة العلواني، قناة بلقيس، تعز.